السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم كيفية استخدام نموذج أريما الإحصائي لغرض تحليل السلسلة البيانات أو التايم سيريز المتسلسلة البيانية وإيجاد الفوركاستنج الخاص بالموديل. شنو معنى موديل أريما؟ بالمناسبة احنا المواضيع الإحصائية اللي تناولناها بالقناة وكانت تتكلم عن علاقتها بالووتر ريسورس راح اسوي لها بلاي ليست خاص بها اسميه كلايمت تشينج اناليسيس، اللي هو خاص بتنزيل البيانات المناخيه من موقع ناسا باور، موقع انوفا، موقع سي اف اس ار، استخدام الموديلات، استخدام البرامج الاحصائيه، الموديلات الاحصائيه ضمن البرامج الاحصائيه، كلها راح نتناولها ضمن هذه السلسله وراح نختصرها ببلاي ليست اسمه كلايمت تشينج اناليسيس، لان انا كل تطبيقات هلدا اشرحها اني حاليا هي ضمن الكلايمت تشينج اناليسيس. نجي هنا هسه احنا اليوم استخدام نموذج اريما او موديل اريما. شنو معنى اريما؟ اريما هو اختصار لهذه الكلمه اللي هو اسمه اوتو ريجريسيف انتجريتد موفينج افريج، نموذج الانحدار الذاتي البسيط المتوسط. هذا المختصر الأريما هي الحرف من كل بداية كلمة. هذا اللي يعتبر أشهر الموديلات الإحصائية يستخدمونه فور بريدكشن حتى نجري التغير الصاير بالتايم المتسلسلة الزمنية لخاصة أي متغير لا على التعيين، لكن احنا هنا ندرس المتغيرات المناخية يعني أيا كانت precipitation, temperature, evaporation, anything. فاني اجد الفاريشن يصير بها حتى على اساسه اقدر اتوقع للمستقبل اللي هو الفوركاستنج. احد المواضيع اللي احنا نهتم بها حاليا هو الانسرتينيتي. الانسرتينيتي يعني احد المشاكل اللي تسبب اياها انه انا دائما عندي حالات عدم يقين، فاني حتى اعرف لانه انا ما عندي يقين كامل بالمستقبل، فاحد المشاكل اللي تسبب لي اياها الانسرتينيتي، فانا حتى اتجنب هاي المشكله لازم عندي يصير بريدكشن كامل او قريب من الحقيقة عن مثلا البيانات المستقبلية على اساسها اقدر اتنبأ بالحالات المستقبلية وانتفض مثلا يعني خطط انه مثل ما نقول تريتمنت. فهسه هنا راح نستخدمها التايم سيريز شلون اسوي لها فوركاستنج وشلون اسوي لها بريدكشن للمستقبل او اجد الفاريشن مالتها، فاجد استخدم هذا الموديل اللي هو اسمه اريما. بالمناسبة راح اترك لك هذا الرابط تقدر تقرأه تتصفح به بالصندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو. فدي يتكلم عن التايم سيريز اناليسيس، انه يقول التايم سيريز التسلسلة الزمنية هي عبارة عن داتا على شكل نقاط، هاي الداتا تنقاس على consist time interval بفترات زمنية متواصلة، والتايم انترفل هذا قد يكون ساعة او daily او weekly او monthly او يعني مثل ما نسمي احنا seasonal او yearly سنوي. So time series كل وحدة each data point is dependent، لكل وحدة من هاي البيانات تعتمد على دراسات أو على سنوات سابقة previous data point. فالtime series pattern عندنا time series اللي راح ترسم تتقسم ثلاث أصناف ثلاث أنماط بيها. أما trend واللي إحنا دائما هذا إحنا نلاقي إنه يعني بحالتنا كclimate change دائما trend يعني شو يوجد بيها exist توجد وين عندما long term يقصد به السنوي يعني البيانات السنوية تزداد أو تتناقص بالبيانات، فهذا يسمونه trend اتجاهية. أو عندنا seasonal لما يكون ثابت الفريكونسي مالته، أو cycle لما يكون الفريكونسي مالته متغير. صراحة بالclimate change analysis دائما يكون من النوع الأول اللي هو الترند. فهسه نجي من نرسم لازم نعرف احنا هذا النموذج او الموديل اريما عنده ثلاث بارامترات خاصات به. هاي البارامتر البي والدي والكيو، هذا اللوج اوردر، هذا النمبر اوف اوبزرفيشن، نمبر اللي يعني الملاحظات او المشاهدات اللي ضمن الموديل. الدي درجه الاختلاف بيناتهم يعني نمبر اوف تايم، ايش قد الوقت بالرو يعني. ثانيا الكيو الاخير الموفينج افريج، الحجم اللي يصير يعني بحركه موفينج افريج. انا ما راح نتناول الدراسه النظريه بشكل كامل ضمن هذا الموضوع، اللي يريد موجوده بكتب الاحصاء، بس مجرد ما يكتب هسه على جوجل تنزل له الالاف من كتب الاحصاء ضمن نموذج اريما، يكتب الاوتو اجريسيف موديل، وانا راح اترك لكم هذا اللينك ضمن صندوق الوصف. فلما يرسم البيانات الموديل امبليتيشن
راح يسوي لك بلوت للبيانات، يبين لك التايم سيريز موديلنج، وراح يستخرج لك السيزونال كومبوننت اوف تايم سيريز، ويسوي لك تيست لها، ويختار لك البيست فيت اوف اريما موديل، ويسوي لك فوركاست. هسه يعني حتى للمستقبل فوركاست، انا هنا بهاي الدراسه راح ابين لك اول وحده بلوت اند اكسباين، اللي انه شلون يشرح لك انت بريبير تايم سيريز فور موديلنج، تمام، يهيئها لك للموديلنج. اكسكريت يستخرج لك السيزونالي كومبوننت، المركبات اللي احنا نسميها الفصليه من التايم سيريز، ويختبر لك اياها، تمام عيني. البروسيس هاي لحتى يستخرج لك الاتجاهيه والسايكل وغيرها، يعني حسب يستخرج لك شنو، اما اتجاهيه او سيزونال او سايكل، على حسب نوع نمط التايم سيريز اللي حيطلع له هو، لان ما حدد، فذكرها ثلاثتين على اساس البيانات الموجوده. الدور يسوي لك ديكونستراكشن للداتا، تمام، اندرستاند بيهيفير، هذا كله لازم تقرا انت بالتفصيل. يستخدم السلاسل الموجوده هي ضمن هذا الديكومبوزيشن الخاص بي، يعمل ضمن الباثيون، لغه الباثيون هذا معمول، اللي هي لغه خاصه بالبرمجه. فعندك نوعين من الرسومات راح يسوي لك اياهن، اما يسوي لك اوتو كورليشن، هذا البلو يعني ينطيك هو نوعين من الرسومات، الرسم الاول يسموه اوتو كورليشن بلوت، والرسم الثاني يسمونه بارشيال اوتو كورليشن، وهسه راح نشوفه بالتطبيق. الاول الاوتو كورليشن يسمونه كيو رمزه، هذا الغرض من عنده يساعدك بايجاد اللاج المتاخر، لاج اوردر، تمام. الثاني البارشيال الاوتو كورليشن موديل، هذا الغرض من عنده شنو، بلوت هيلب ان ديترماينج ذا اوردر اوف موفينج افريج، تمام عيني. فهالشكل راح ينطيك ذن الرسمين، من تستخدم هذا نموذج أريمة بعدين ينطيك هذا الرسمين. فهسه ينطيك هنا سمبل من عتم اثنيناتهم انه شلون ده النتائج هذا الجرافيكال مالت يعني موديل أريمة، وهالكونكلوجن يعني تقدر تقراه انت باي كل مكان، لكن هاي الصفحه بها ملخص بسيط عن هذا الموضوع. هسه راح نجي ننفذ بيانات معينه ايا كانت هذه البيانات. هسه انا مثلا اريد اشوف اتجاهيه هاي البيانات المناخيه، هنا عندي هاي البيانات المناخيه هي بريسيبيتيشن، تساقط السقيط ضمن منطقه او رقعه جغرافيه معينه ضمن منطقه الدراسه او حوض الدراسه. فهسه اجي انا اطبق هذا النموذج باستخدام البرنامج، طبعا اكو العديد من البرامج تنفذ الموديل هذا، اكو برنامج اسمه الار ستوديو، اكو برنامج اسمه انوفا، يعني العديد من البرامج. البرنامج الاحدث الموجود حاليا ويتنصب ضمن الاكسل هو الاكسلتس، فراح استخدم هذا البرنامج بتفعيل او بتطبيق هذا الموديل. فمجرد ما يتنصب يعني حساب وقت نولنا هذا البرنامج تتنصب هنا، ندخل على الادفانس فيتشرز، بعدين نروح على التايم سيريز اناليسيس، هذا موجود أريمة. بعد ما نضغط عليه راح يطلب من عندك اثنين امور، اولا بالجنرال يطلب من عندك التايم سيريز، تضغط على التايم سيريز. هسه انا هاي التايم سيريز اريد السنوي فقط، عندي سقيط سنوي حولتها للملم، فشنو اسوي، اختاره، هذا هو اختاريته لهنا، هذا اختاريت. هسه انا اول شيء، ثاني شيء الفيرنس السنتر، نشد اختار الداتا الديتا الخاصه بي. فهسه الديتا ارجع يعني السنوات، انا راح ارسم سنوي، فهذا هو تايم بالير، اختاره، بلشت انا من 1980 ل 1900 الى عفوا 2021، تقريبا ثلاث عقود من الزمن. فنقدر هسه هنا تشيك انترفل، تريد تشيك، احنا قلنا سابق وتناولنا على هذا الموضوع الموديل باراميتر، هاي البي وهاي الكيو وهاي الدي، ده يقول لك انه بي هل قد لاج اوردر، هاي البارامترات الخاصه بالموديل. هسه سبق وتناولناها هنا، قلنا الـ يعني الاريما عنده ثلاث بارامترات اللي هي البي والدي والكيو، شلون امورهن كذا، تريد تقراهن بالتفصيل تقرا كتب والاحصاء. فلاحظ هسه هنا منطق اياها لثلاثتهم، تمام عيني، هذا التايم الخاص بهن. نرجع للاوبشن، الاوبشن ايش راح يجد لك هنا، الاوبتمايزيشن شو يستخدم لك الاوبتمايزي، لاست سكوير ميثود، اللايكليهود، اكيد اللايكليهود تختار هاي الاحتماليه، الايتريشن، هاي انيشال كوفيشنت، ما عندك انت هاي الامور البدائيه،
هسه نجي على الفاليديشن، تختار التايم ستيب هالشكل منطقي، اخذ البريدكشن ايضا اريد البريدكشن اني، ميسنج داتا اهمل الميسنج داتا، الاوتبوت تريد انت ديسكريبتيف الجودنس اوف فيت ستاتستيكال، يعني هنا ذني كلهم انت تريدهم، والاوتو كورليشن ايضا البريدكشن اند ريزيجوال هذا يهمني، وانا حاليا هذا اللي يفيدني، والموديل باراميتر يبين هنا لك، والشارت اكيد دا تقول له ديسبلاي شارت. فهسه نقول له اوكي نعم، دا يقول لك راح ارسم لك اني الكولوم واحد كان عندك والرو 41 نعم اوكي. فهسه مجرد ما ننطي اوكي راح يرسم لي الرسم خاص بنموذج أريما. تكمل البيانات، ننتظر يكمل الاخراج، دا يعطيك هسه التايم ستيب مش قد الخاص بيهم. هسه حاليا مثل ما تلاحظون كمل هنا السيميليشن الخاص بي رايت ليفت، هذا يقول لك الموديل باراميتر البي والكيو والدي والاس، الفاليديشن البريدكشن الاوبزرفيشن ستاندرد ديفيشن الخاص بي، هذا الاوبزرفيشن وهذا ال قيم هنا الجودنس تو فيت ستاتستيكال تمام عيني، هذا الافرج الموديل باراميتر تمام عيني، هاي الموديل باراميتر هنا يعطيك اياها اللور باند والابر باند. هسه نجي هنا هذا منطيك الرسم الخاص بالبريسبيتيشن فاريشن تمام عيني. فهسه تلاحظ هنا الاوتو اجريسيف مالته الخاص بي، هاي الديتا هذا النموذج الاريما هنايا تلاحظ الموديل. نجي هسه الرسم، هذا هو الرسم الريزيجوال، احنا نسمي الريزيجوال فاريشن تمام. فهسه نجي هنايا الاول هنا مثل ما تلاحظ هذا البريدكشن، هاي كل الرسومات هنا ناطني اياها ليش انا طلبتهم كلهن، اقدر اني اقلل تلاحظ هنا اقدر اني اقلل هذا اللاج الاوتو كورليشن الستاندر اللور مثل يعني هذا باسهل طريقه مثل ما نقول هنا. شوف لاحظ انت شو تريد هسه تبين، احنا شوف هنا هذا هنا الرسجول اعطيك اياه كامل، لكن مثلا انت شو تريد تبين هنا، تريد تبين هاي لاحظ هذا الرسم هنا، خلي اوضح لك اياه بشكل اكثر، هذا هنا لاحظ هاي السنوات دي انطيك هذا الريزيجوال فاليديشن وهذا الريزيجوال الاعتيادي. هسه نجي هنايا مثل ما نلاحظ الاوتو كورليشن بريسبيتيشن فاريشن، هذا هالشكل الاختلاف او الفاريشن اللي يصير بهذا اللي يهمني مثلا اني حاليا اقدر انا اغير هنا مجرد ما اضغط على هذا، خلي اغير لكم حتى تكون واضحه تكست اوبشن او الاكسس اوبشن، اكسس اوبشن مجرد ما اضغط على هاي حولته من اليمين الى اليسار، هاي هنايا هنا مثل ما تلاحظون هذا بينت اني الفاريشن اللي بده يصير، لاحظ هنا هذا الفاريشن وهذا المفروض الحد اللي هي تكون اعلى او اقل من عنده، فهذا هنا أنا خلال شنو خلال سنوات المفروض ينطني اياها، انا اريد الرسم يكون خلال السنوات، فهذا الرسم هنا خلال السنوات، هذا هنا أنا هو هذا الرسم دي ينطني اياه الريزيجوال، هذا تقدر انت تمثله وتستخدمه خاصه بالبحوث، لاحظ هنا أنا بهذا البحث دي ينطيك الرسم البحث الخاص دي يقول لك هنا الانوال بريسبيتيشن ايفابوريشن تمبرتشر فاريشن الاختلاف اند ذير مين ديفرنس خلال كذا عقود حتى انت مثلا تنفذهن، لاحظ هاي الرسومات هاي اللي هنا منفذه، هاي منفذه باستخدام هذا الموديل اللي هو موديل أريما، تقدر تستخدمه بسهوله باستخدام برنامج الاكسلت، وتقدر انت تحدد ايضا هنا لاحظ هذا الرسم الاول تنطيك هنا شوف لاحظ هذا بالتمثيل الدقيق هذا السمبلكس او الرسم الاولي للفاريشن. فان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم تفيدكم، اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القلم، وراح نترك لكم بلاي ليست نضيف لكم بكل هاي الموديلات والاحصاء البرامج الاحصائيه بشكل اولي نسميه كلايمت تشينج اناليسيس، ونقدر احنا كل سلسله نطورها راح نضيفها بسلسله خاصه بها ان شاء الله. نلتقيكم بمحاضرات قادمه، دمتم بامان الله وحفظه.